انا يعني استمتعت صراحة، حلوة هاي مالت ملقا هذه، الله عجيبة، يسلمك الله كأنك يسلمك. تسمع يعني كذا آلة في آلة واحدة، كأني اسمع القانون، كأني اسمع الجيتار، يعني ما شاء الله. واو تطويع هذه الآلة لي يعني عشان تصدر هذه الأصوات ككل جميل جدا، يعني صراحة الله يسلمك أداءك صراحة. رائع، مجهود حلو وجميل، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. بس أبي أسأل، والجمهور أكيد يبي يعرف، من اللي يعني وراء فيصل الساري؟ مين يدعمه، مين يساعده، مين يوجهه؟ فمن هم الأشخاص اللي دعموا الفنان فيصل الساري عشان يوصل لهذه المكانة؟ الشخص الأول شخص نعم يعني وفر لي الدعم الأستاذ نصير شمة، نعم وأنا أوجه له تحية وشكر، مهم. لأنه فعلا احتضني نعم وتبناني وما بخل علي بأي معلومة، وإلى الآن أنا نعم لازلت يعني أرجع له في أمور كثيرة نعم ويعلمني يعني. حلو. طبعا السيدة هدى كانو نعم غنية عن التعريف، هي أكيد. الداعم الأول للموسيقى، الموسيقى الكلاسيكية بالتحديد في الوطن العربي، مو بس في الإمارات ولا نعم أيضا وزارة الثقافة وتنمية المجتمع، الأستاذ وليد الزعابي، نعم الأستاذ بلال البدور، نعم يعني بصراحة وفروا لي الدعم، وهم اللي بادروا بالاتصال وقالوا لي فيصل تعال أنت من المواطنين ونحن ندعم المواطنين، حلو. وحقيقة يعني ما قصروا أبدا يعني. وزارة الثقافة وتنمية الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، نعم أنا أوجه لهم تحية وشكر لدعمهم اللامحدود صراحة. حلو. في اللحظات معنا الأستاذ وليد راشد الزعابي، مدير إدارة التراث والفنون، مدير إدارة الثقافة والفنون في وزارة الشباب والثقافة وتنمية المجتمع. مساء الخير أستاذ وليد. مساء النور، يا أهلا وسهلا فيكم. يا هلا أستاذ وليد، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. مساكم الله بالخير. مساك نور وسرور. يا هلا وسهلا. الله يسلمك. مسي على الأخ فيصل. نعم. الله يسلمك أستاذ. إن شاء الله التوفيق دوم ودائما إن شاء الله في كل مشاركاته. إن شاء الله، وإحنا بعد نتمنى له التوفيق. نبي نعرف ما الذي يميز فيصل عن غيره طبعا من الفنانين الشباب عشان يحصل هذا الدعم وهذا التشجيع من قبل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. والله حقيقة طبعا فيصل أنا أعتبره من النوادر في الإمارات حقيقة. نعم. أولا لأن إنسان متميز بأخلاقه وبفنه بشكل عام يعني. نعم. هذا طبعا نحن ما يعني الشباب عندنا سواسية في مشاركاتنا الخارجية. نعم. ولكن طبعا الاحتراف له دوره وله تمثيله في الدوله، ومهما كان نحن طبعا دعم الشباب والمواهب هذه من اهم اولوياتنا في الاداره ومن ضمن اهدافنا الاستراتيجيه كوزاره الثقافه. فيصل طبعا يمكن تميزه بالتاليف الموسيقي على آلة العود، وكذلك احترافه وتخرجه من بيت العود وعلى يد واحد من اشهر العازفين العرب الاستاذ نصير شمه، وجل تحيه من خلال برامجكم. طبعا هاي كلها مقومات يمكن تدفعنا ان احنا نعتني فيه اكثر ونحاول نبرزه على الساحه العالميه مش بس العربيه باذن الله. وهذا طبعا يعني يحملنا مسؤوليه كبيره ان احنا نحاول ان نبرزه بشكل عام في الخارج. هو ما شاء الله الحين في الداخل ماخذ يمكن مكانته ولا الحين مكانته صحيح، ولكن يمكن الشباب يحتاجون من يرعاهم في الخارج والتعريف فيهم دوليا يعني. صحيح. هاي ان شاء الله ان شاء الله بتي بخطوات ان شاء الله نحن نتمنى ان تكون مستمره باذن الله. ان شاء الله نتمنى له التوفيق، وشاكرين لكم طبعا على دعمكم الدائم للمواهب وايضا للابداعات الشابه في الامارات. تحيه والشكر للاستاذ وليد راشد الزعابي، مدير اداره الثقافه والفنون في وزاره الثقافه والشباب وتنميه المجتمع. شكرا. تحيه. شكرا يا ابو راشد. شكرا. شكرا يا فيصل. شكرا. شكرا. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. ما ادري فيصل، يعني انا وايد اسمع عوادين في العالم العربي، ومن بينهم الاستاذ نصير شمه، ومن بينهم الاستاذ بشير عمر. بشير
عمر بشير، أنا عمر. دائما ألخبط، عمر بشير. أيضا الموسيقار أحمد فتحي من العوادين الرائعين جدا، الفنان عباد الجوهر، الفنان عبد الرب إدريس من الإمارات، الأستاذ عبد الله البلوشي، ودائما معانا في سهرات إمارات اف ام. نعم. يعني ما شاء الله عليهم من الناس. عارف جمن أيضا من العوادين اللي ما طبعا يستغنى عنهم الفنان أكيد. الكبير أبو بكر سالم. من يعني يجذب اهتمامك؟ من هو الشخص اللي أنت عن طريقه حبيت آلة العود؟ عبادي، نعم، عبادي الجوهر. عباد الجوهر من غيره. عبادي يعزف هذا الإسباني اللي أنت قاعد تعزفه أي صراحة، الأخطبوط. هو سبب تعلقي في في الآلة الآلة الأستاذ عبادي الجوهر. نوجه له تحية. طبعا أود التحية، نعم وأنا أحد تلاميذه. نعم عبادي أهم مطرب عازف ما شاء في الله. نظري، هو نعم أهم مطرب يعزف عود، نعم يعني أتقن الأداء والصوت ما شاء الله عليه، هرم من صحيح أهرامات الوطن العربي مش صحيح الخليج بس، صحيح وأتقن العود وأضاف صحيح كثيرا يعني، صحيح وأنا صحيح واحد من تلاميذه، رحت بيت العود العربي أنا أعزف متأثر فيه أصلا، أعزف تقاسيمه نعم، وأعزف الأسباني. يعني لازال عباد الجوهر هو ملهمك طبعا في طبعا العود. طبعا ما في شك، نوجه له تحية. عبادي الجوهر أستاذ كبير يعني، نعم نعم أحمد فتحي أيضا نعم من أساتذتي طبعا. صحيح صحيح. اللي أبي أعرفه إن نبيل طبعا مهندس صوت، واشتغل معاك لسنوات ومع الفنانين. نعم نبيل قال لي إنه أنت ملحن خطير، فما أدري أنت وينك في الساحة. يعني ما شاء الله كل يوم في الساحة موزع موسيقي وملحن. طالما أنت أكاديمي وموهوب ومبدع، لماذا لا تعود إلى التلحين من جديد؟ أنا ألحن طال عمرك أختي فرح، وما عندي أي إشكالية، لكن للأسف نحن صاير الموضوع علاقات بصراحة، نعم وأنا إنسان يعني ما أختلط وايد في يعني، الوسط الفني. يمكن هذا السبب، نعم وصاير الوسط لوبيات صراحة وأنا خارج اللعبة. خارج اللعبة. نعم، لكن لما يوكلوني بتلحين أو نعم إني أنا أشتغل ما قصر نعم يعني، كلفتني كلية التقنية العليا إني ألحن أوبريت حكاية دولة في نعم 2005، ولحنته سويته عن حكاية دولتنا وعن زايد الله يرحمها. نعم في أوبريت. نعم أوبريت، هذا أخذ 3 جوائز أكاديمية ما الحمد شاء لله الله يعني، ما شاء الله. فلما تتاح الفرص نقدر نسوي شيء، لكن إن إذا شاء الله. مسكرين يعني ممكن تتعاون مع عباد الجوهر يوم من الأيام؟ أوه هذا لي شرف، لي شرف طبعا نعم. عبادي. سمعت إنه عندك عمل مع عبد الله حميد، صحيح؟ أي هذا قديم في البدايات إيه. يعني كان أول عمل لي يطلع لي يمكن على الساحة. بس كان عمل خطير، أنا شخصيا عاصرت هذا العمل المرايا، وسمعت إن عباد الجوهر كان بيغني طبعا كلمات شاعر الإماراتي أنور المشيري، المشيري نعم. فكان عمل رائع جدا. يعني ما أدري ليش ما استمريت في خط التلحين، يمكن الخط الأكاديمي أخذ منك دور. هل في سي دي مطروح في الأسواق ممكن؟ يعني لأني أنا من محبي وعشاق العود، ممكن أروح الفيرجن وأقول أبي سي دي فيصل الساري وأخذه. حاليا السي دي اللي أنتجته مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون بموافقة ودعم السيدة هدى كانو، أوجه لها تحية، هذا السي دي فيه 15 قطعة، وتقرر نسخ 5000 نسخة إن شاء الله في القريب العاجل، بس إجراءات السي دي تعرفين، ريليز ما ريليز والشغلات هذه، علشان ينزل الأسواق. الأسواق نعم قريبا إن شاء قريبا الله. إن شاء الله قريبا. قلت لي في حفل في الكويت القادم إن شاء الله. نعم متى؟ 25 هذا ولا؟ هذا من 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 أحد الوسائل اللي تدعمنا فيه الوزارة، في ملتقى في الكويت، مهرجان للعود، العود والأغنية الخليجية شيء من هذا القبيل، حلو يعني معني الموضوع بالعود وأسلوب استخدام العود في دول مجلس التعاون، فكان الترشيح من وزارة الثقافة الأستاذ وليد زعابي والأستاذ بلال بدور، رشحوني. حلو أوكي. رشحوني للمشاركة في هذا المهرجان، إن شاء الله. وبكرة إن شاء الله أنا مسافر يعني. بكرة بكرة جمهور الموسيقى ومحبي الموسيقى في الكويت خطيرين جدا، فنتمنى لك التوفيق، وأنا متأكد أنك بتبدع وستنال الكثير من إن شاء الإعجاب الله. إن شاء نتعلم الله منهم أساتذتنا أكيد الكويتيين يعني. أكيد. ما أدري هل من الأمنيات أنك يوم من الأيام
تمسك منصب مثلا في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع؟ بالنسبة لي أنا أنا ما أتطلع للكراسي ولا للمناصب. أيوة. أنا مكاني على المسرح. على المسرح. هذا حلو. المكان اللي أنا أعشقه على المسرح. أحب دائما أكون رقم واحد، وهذا حلو. وهذا يعني منافسة مشروعة وشريفة، وأنا أتشرف بأن أكون منافس لزملائي في الوسط الفني في مجال العزف أو التأليف الموسيقي. أنا يعني طول عمري حلمي أن أشتغل في مكان يكون عودي جنبي. ما أشتغل أنا للأسف ما قاعد تتوفر لي هذه الفرصة أني أنا أشتغل في مجال موسيقي، لكن حاليا جاري الموضوع في وزارة الثقافة، يعني قدمت السي في عندهم وأعجبهم جدا. حلو. وإن شاء الله في أخبار حلوة قريب أن أنا أتعين في وزارة الثقافة، وأنا أتشرف صراحة. طبعا ونهنيك إن شاء الله عبر إمارات FM. أعمالك أنا أتمنى أني أسمعها في المعارض التراثية والفنية أو على متن خطوط الطيران، طيران الاتحاد أو طيران الإمارات، ليش لا؟ لأن أعمالك ما شاء الله راقية جدا، يعني في التراث سمعتك أبدعت، سمعتك في الكلاسيك ما شاء الله عليك فيصل. يعني أنا ما يعني أمدحك في وجهك، لكن أنا إنسانة يعني أتذوق بس الموسيقى وعاشقة للعود، آلة العود. يعني حتى سرت بيت العود كنت أسأل عن كورسات خفيفة لأني ما أقدر ألتزم بالحضور، فقالوا لي إن شاء الله مستقبلا. يا حياتي. الله يحييك. الله. وأتمنى يوم من الأيام تكون أستاذي في العود. والله أنا أتشرف. وتعطيني امتياز. ها عاد هذا من بيدك، هذه أنت شدي حيلك، لازم تتمرنين عشان الامتياز. 10 ساعات في اليوم. 10 ساعات؟ نعم 10 ساعات في اليوم. وايد. لا مو وايد. بتطوف علي برامج. لا عاد العود آلة صعبة، أنت مختارة أصعب آلة، يعني أصعب آلة الكمنجة، بعد الكمنجة العود. أنا صعب. والله أحب هذه الآلة، يمكن لأني عاصر يعني عاصرتها من وأنا صغيرة، خالي يعزف عود ومطلع على موسيقى فنون الجزيرة وأيضا فنون الهند وأيضا شرق أفريقيا، فآلة العود مرافقة لي من وأنا صغيرة، نحسها الآلة القريبة من القلب، الواحد يعزفها وطبعا تكون قريبة من قلبه. قعدت مع أكبر العازفين وحظيت بهذا الشرف طبعا عبر إمارات FM في سهرات خطيرة جدا مع أحمد فتحي، كان بالنسبة لي حلم أني أشوفه. الفنان أيضا عبد الرب إدريس، عباد الجوهر، أولى سهراتي كانت مع الفنان عبد الجوهر وكان خطير جدا، يعني طول السهرة وأنا مبهورة مثل ما بهرتني اليوم الصراحة. والله إحنا أخذنا اليوم أوفر خارج الوقت لأن فيصل ساري معنا. أتمنى إن الجميع يكون استمتع بهذا اللقاء. كنت أتمنى أسألك في أشياء كثيرة، ولكن بس نطلع على الهواء ننسى أشياء كثيرة. أتمنى إنه قدمت بشكل مختصر ومفيد عن الفنان الإماراتي الشاب فيصل الساري. ما قصرت يا في كلمة أخيرة طبعا لك. أتوجه طبعا لكل من سمعك الليلة، من شعراء، من فنانين، أيضا من بيت العود العربي، من محبينك وداعمينك في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أيضا من محبينك وداعمينك من مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون برئاسة معالي هدى كانو. أتمنى بس يدعولي بالتوفيق في تمثيل الدولة في دولة الكويت الشقيقة في هذا المهرجان اللي هو ما بين 23 أو 25 من هذا الشهر. نعم. وأوجه دعوة للشباب المحبين الفن، لا يضيعون فرصة بيت العود العربي، لأن كان حلم متحقق. حكومتنا مش مقصرة، قدمت هذا المعهد الأكاديمي اللي هو فعلا مكلف الدولة ومكلف الحكومة، وفرصة يعني أنا كنت أحلم فيها لدرجة أني كنت بروح مصر عند الأستاذ نصير أدرس عنده هناك في مصر. شوفي كان الموضوع كيف بيكام يكلفني غربة ومصروف. فأتمنى من الشباب أنهم كل هاوي لآلة العود والمحب للموسيقى ما يفوت فرصة وجود بيت العود العربي ووجود الأستاذ نصير في دولة الإمارات. وأتقدم بالشكر للشيخ محمد بن زايد وسيدي صاحب سمو رئيس الدولة على دعمهم اللامحدود وعلى توفير مثل هذه الفرص وعلى امتاعنا بكل هذه الفرص الثقافية اللي هي يحلمون فيها في دول ثانية. صحيح. الله يحفظهم إن شاء الله ويديمهم فوق رأسنا. وأتمنى لك التوفيق فيصل. أنا أنظر إنه لك مستقبل كبير إن شاء الله في القريب العاجل، بالتوفيق في جولاتك الفنية
سواء في دول الخليج أو حتى في دول العالم، لأن كثيرين في دول العالم وخاصة الأوروبيين اللي يحضرون حفلاتك محبين للعود، والتوليفة الجميلة اللي تسويها في حفلاتك. حفلتك الأخيرة في قصر الإمارات كانت أكثر من رائعة، حضور كان جميل جدا. اللي يحب يشوف هذه الحفل يدخل على اليوتيوب وبإمكانه أنه يشوف فيصل الساري ويعزف في هذه الحفلة. أيضا محبي فيصل الساري اللي يحبون يشوفون أعماله أيضا عنده صفحة عبر الفيسبوك، وممكن يدخلون على هذه الصفحة ويتعرفون على فيصل الساري بالتفصيل. شكرا يا فيصل، يعطيك العافية. وأحب أتوجه بالتحية والشكر لمستمعينا الأحبة اللي تابعونا الليلة في فلاش. إحنا اليوم خارج الوقت.